وتهي داود يا لمكي هات النوحة كسر دواتان وربحين تهبين لا إيمان تي في وأن عاو كسر قاضن دون حبين آدو حساب بدن واتنه داو شون أكسن طبعا سنة أو كم ده تاريخ ذا قبيل كني وحي عابودا ينسيجي بغرد دالكا إنجريسكا برينس فيليب نيوك أدنباك قبيل كني أولا قم قعابو يونانن أيات ردودو أي تهي أفر بغل وقف وكلي وحين كودا غن يهين جزيرة دير أو دا عدا بدوين تا إنديا جزيرة داسي أيا كم ده ميلها وقو دوسن عالمكا عابوديش دا أمير فيليب كي جيريوداي أي قبيل كني ayaa ka soo bilaabatay sanadkii 1947-kii xilligaasi oo jasiiradani ay ku nool yihiin qabiilkani ay safar ku yimaadeen Amir Philip oo ay weheliso xaaskiisa boqoradda dalka UK Queen Elizabeth II xilligaasi ayaa qabiilkani ay ku soo dhaweeyeen deegaankooda Amir Philip ayaa qabiilkani u fuliyay mashaariic ay ka mid yihiin beero uu u qoday قبيل كني أيا حلقة سنة ديغان كودا وحا أي كتاغين عالن كبغرتو يدا إنجريسكا أرين تالا يابكالي أيا أه إن قبيل كري يونانان أي آمين سيهين إن فيليب وو هاي إله وحي نسميان عملو أي كويني نيان إسلامر كاسين أي كعابو ديان وحا نسيدو كالي أي آمين سيهين إن أمير فيليب وقاشان ويا هاي نولوشو دا يدالا قبيروهو دا أدبا مركي قبيل كني أي سو قادي جيري دا أمير فيليب ayaa waxay u sameeyeen baroordiiq taasi oo ay sheegeen inay qaadanayso muddo 7 ah Amir Philip ayaa dhintay 19ka bishani Abril oo ku beegnayd maalintii Jimcihii ee 7kii hore isagoo da'diisu ay ahayd 99 jir nigiibkiisa MMTV Hargeysa